يسعد صباحكم، معكم كارولين. رح نبدأ بأهم الأخبار والأحداث بالأسواق العالمية ليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. تترقب الأسواق العالمية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية غدا الأربعاء، وسط توقعات برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي، ما يدفع بالدولار ليسجل مستويات مرتفعة مع عودة الذهب أدراجه إلى المزيد من التراجعات. وسنشهد أيضاً اجتماعات لعدة بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع بشأن السياسة النقدية، منها بنك اليابان وبنك إنجلترا والمركز السويسري. وعلى جانب آخر ستصدر بيانات القراءة الأولية للنشاطين الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة يوم الجمعة. هذا كان كل شيء لليوم، كانت معكم كارولين، بتمنى لكم نهار سعيد.